السلام عليكم ورحمة الله. أزول الفلاوي على بضعة كيلومترات على الشواطئ الجزائرية تدور مناورات عسكرية تجمع ما بين القوات البحرية الفرنسية والإيطالية والإسبانية واليونانية والأمريكية، مناورات مسمينها قوة ضد قوة، force contre force. هذا في غرب الحوض البحر الأبيض المتوسط. نشوفوا كما نشوفوا هنا على الصورة باللون الأزرق، وهما دايرين من الجهة تاع الجزائر يعني شمال إفريقيا، واللي هي من المفروض يجي من الفوق، لكن حتى باش يبعدوا ما يكونش فيه يعني معنى، يديروا القوة اللي هي أوروبية اللي تمثل فرنسا وأمريكا واليونان وإيطاليا وإسبانيا، يديروها من جهة شمال إفريقيا، والقوة المضادة اللي بالأحمر هي القوة يعني المفترضة. القوة هذه شوفوها صغيرة، ماشي حاجة كبيرة، يعني ما تقدرش تكون روسيا، كما ما تقدرش تكون تونس، وما تقدرش تكون المغرب، لأنه المغرب ما عندوش غواصات. شوفوا أن القوة الأخرى عندها غواصات، والبلد الواحد اللي عنده غواصات هي الجزائر. الشيء الثاني اللي يعني لاحظوه هو أنه مناورات قوة ضد قوة، force contre force، ماشي كما مناورات تاع إنقاذ في البحر كما دارتها البحرية الجزائرية مع البحرية الروسية مؤخرا. يعني ما يلزمش نغلطوا في هذا. نقطة أخرى أنه هذه المناورات الدوم من 23 نوفمبر، وهي فيها التحمية يعني من 18 نوفمبر، ولكن تبدأ المناورات الحقيقية من 25 نوفمبر إلى 3 ديسمبر. يعني حرب تاع الصح، ماشي مسخير، مناورات تاع الصح، وتستعمل فيها يعني قوات كبيرة ومعارك بحرية، وفيها معارك بحرية. هذه المناورات هذه ما نقدرش نقولوا باللي يعني راهي موجهة للجزائر، ونزيدوا الاخر نزيدوا نجوا مع العصابة اللي راهي تحوس على العدو المفترض، هذا العدو الخارجي اللي باش يخلي الشعب الجزائري يلتف حول عصابة حرايمية وينسى مشاكله اليومية. لا، مناورات عسكرية دل على أنه يا جزائريين، انتم اللي رحتوا ترميوا دراهمكم في غواصات وفي 25 سفينة بحرية جايبينها شارينها على الصين، راكم تخسروا في دراهمكم بوريا، تخسروا في دراهمكم بوريا. لأنه الشيء اللي راه مستعمل هنا هو أنه القوات اللي تناور باللون الأزرق تستعمل طائرات ضد الغواصات بي 8 بوسيدون، وتستعمل أتلانتيك 2، وتستعمل يعني عدة بواخر وعدة يعني أسلحة في التاكة. تبقى كما قلنا المناورات هذه عادية، ولكن دائما حد يشوف حط روحه في المعادلة. قلنا روسيا مش ممكن تكون هي اللي يعني معنية، لأنه القوى اللي بالأحمر شوف فيها متوسطة بالنسبة اللي بالأزرق، يعني هذا هو العدو. دونك ما تقدرش تكون روسيا بهذا الحجم هذا، ما تقدرش تكون تونس، كما قلت ما تقدرش تكون المغرب اللي ما عندهاش غواصات. في هذه الحاله
جنرال دروبي واش راهو يخمم وكيفاش يفكر؟ يا هل ترى تمشي في التصعيد وتمشي على المناورات تجيب الروس تجيب الشناوة ولا قدر تجيب الشناوة، المهم تجيب الروس، واش كاين دول حليفة؟ الجزائر ما كاينش بح، الجزائر فقدت كل حلفائها، ما بقات عندها دول حليفة. المهم يلزمها دير مناورات كيما تورينا كيما كيديروا المناورات في الصحراء، ضروري يديروا في المناورات بالذاخرة الحية وكذا وكامل، يعني نفس الشيء بالنسبة للبحر للقوات البحرية، لأنه اليوم الجزائر تعتبر أول قوة بحرية في أفريقيا. الجزائر أول قوة بحرية في أفريقيا، لماش؟ لماذا؟ واش راح دير بها القوة البحرية أو القوة البحرية في أفريقيا؟ ماكش راح دير حرب مع المغرب في البحر، ولا دير حرب مع المغرب راح ديرها في الصحراء، ماكش راح دير حرب مع إسبانيا، لأن إسبانيا راح تجيب لك الحلف الأطلسي، إسبانيا فرنسا ولا داك تشوفها وشي قدامك، يلزم واحد يخمم دراهمك اللي تحط فيها في التسليح هذا تاع القوات البحرية واش راح دير بها؟ هذا اللي بنادم اما تنافس بمستوى او تشوف دير شيء اخر، تستعمل سياسه سلميه وسياسه دفاعيه، تروح تجيب 25 سفينه تشريها على الصين باش تبزز باش تديو 10% هذيك. النقطه الاخرى هي انه البحريه الجزائريه تميزت في المدة الأخيرة أنها أصبحت خبيرة في الرشوة. إيه في الرشوة، تأخذ 10% على تجار البشر، ناس يتاجروا بالبشر، هذوك اللي يهربوا في الحراقة بالمئات، ما بقاتش الهربة بعشرة وزوج فلوكة فيها خمسة فيها، لا جايبين لهم السريع، باخرة بسمينها السريع، ترفد 100 نتراس وجايبين 5 منهم، وكل على كل بابور البحرية 30%، دي لأنه هذاك السريع الركبة فيه ب100 مليون اللي يحب يحرق، وبالتالي يتحرك بمليار، والبحرية حراس السواحل يديو 300 مليون. هذا هو اللي يفسر كيفاش هذا العدد الكبير تاع الحراقة اللي راهم يحرروا اسبانيا، يعني شيء عظيم، شيء تحير. سمعت الطيارات ما داروش هكذا، ما داروش هذا الغاشي الكبير هذا اللي راهو يروح، تصور 1000 جزائر في 72 ساعة، تصور انه هذا عسكر عدو جاي داخلك يحتلوا لك الجزائر في 24 ساعة يا صاحبي، تشوف فيهم رايحين سك فيها يديو فيها البزنس يقبضوا. فوالا اليوم لما تشوف قوات بحرية تناور بمعارك بحرية، معارك على الصح فورس نوت فورس، يعملها لك لمدة أكثر من مدة تمتد أكثر من أسبوع، يعني من 18 نوفمبر ل 25 نوفمبر تحمية، يشوف مو هذا مكان، من 25 نوفمبر ل 3 ديسمبر نار شاعلة، وانت واش هيدير البحريه ديالك؟ راهي تقبض تدي في 30% على الحراقه اللي يحرقوا. فوالا هاو الفرق، بحريه ملهيه يناوروا قوه ضد قوه، ها فورس كونتر فورس، يعني مناورات تاع الصح، وبحريه ملهيه تخلي الحراقه يجوزوا وتدي 30%، ولا تحقيق تفتح. تصور العدد الهائل تاع الحراقة اللي خرجوا من الجزائر أكثر من 8000، تحقيق واحد ما تفتحش. علاش؟ لأن الجماعة تاكل، لأنه حتى حكاية الكوكايين فيها البحرية تاني. نعم فوالا، ربي يقدر الخير بلادنا وربي بعد عليها ولاد الحرام. السلام عليكم ورحمة الله.
صحابي.